العالمي، ماذا عن التعليم في الوطن العربي؟ جودة التعليم أولاً وأخيراً، ماذا نحتاج لمواكبة التحديات؟ وأسرار التناغم اللوني في عالم الديكور. برنامج اليوم مع رغدة إبراهيم وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج اليوم. صباح الخير عليك باسل. صباح النور يا رغدة. بس نعيش الفترة هذه في أيام رياضية بامتياز، بإمكاننا نقول كأس آسيا، بطولة أمم أفريقيا، أيضا المنتخبات العربية فيهم لها بصمة واضحة في البطولتين، ولكن في القارة السمراء المنتخبات العربية زي ما نشوفه الآن تشهد تراجع واضح بالأداء. عندنا المغرب، تونس، مصر وأيضا الجزائر. صحيح في تراجع، ولكن ما كناش متوقعين المفاجأة المدوية اللي شفناها أمس أو من ساعات قليلة بهزيمة الجزائر من موريتانيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. بتودع الجزائر هذه البطولة وتصعد موريتانيا إلى دور 16. نعم باسل، الجزائر اللي فازت بنسخة 2019 جاءت بالمركز الأخير بمجموعتها حتى تخرج من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي. طبعاً بطبيعة الحال خروج الجزائر ما كانش سهل وخلق جدل كبير في الشارع الجزائري عن أسباب هذا الإخفاق الكبير، وخرج المدرب جمال بالماضي ليتحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق، ولكنه ذكر الناس أنه منتخب الجزائر كان في المرتبة 14 قبل وصول جمال بالماضي، وأنه الآن وبعد وصوله من بين الخمس الكبار في القارة. نعم، والسؤال هنا باسل، هل يشفع تاريخ بالماضي لي في البقاء على كرسي التدريب؟ وشن هو السبب الفعلي لخسارة الجزائر؟ وأيضا سبب تراجع مستوى معظم المنتخبات العربية إفريقيا؟ ممكن يكون توقيت البطولة، أو ممكن يكون ارتباط اللاعبين بالدوريات وأنديتها. الأسباب ممكن تكون كثير، ولكن في النهاية هو إخفاق غير مقبول شعبيا أو جماهيريا. طبعا قضايا التعليم في العالم العربي تفرض نفسها بقوة في مجتمعاتنا، مشكلاتها ومتطلباتها تشغل حيز واسع وكبير من تفكير المسؤولين فيها والمتخصصين أيضا بهذا الشأن. مستوى التعليم في العالم العربي بطبيعة الحال بيتفاوت من دولة لأخرى، لأن لكل بلد ظروف بتحدد شكل العملية التعليمية بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة في هذا البلد. نعم، في اليوم العالمي للتعليم واللي صادف 24 يناير من كل عام، ما زال التعليم العام في الوطن العربي في حاجة لعدد من المتطلبات لمواكبة التحديات والتطورات الموجودة على الساحة العالمية حتى تكون العملية فعالة وتحقق أهدافها المرجوة. بعض الدول العربية اليوم في الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف وفي تقدم مستمر، كما يحدث وكما نرى في الإمارات والسعودية، بينما دول أخرى تعاني بسبب غرقها في الأزمات والصراعات كسوريا وفلسطين والسودان. نعم، في السودان باسل بالتحديد الطلاب ما زالوا يعانوا من أثار الحرب المستمرة. اليونيسف وإنقاذ الطفولة حذروا المجتمع الدولي من أن ملايين الأطفال لن يستطيعوا العودة للدراسة قريبا، بالإضافة لتعرضهم لأخطار تهدد حياتهم بشكل يومي. خلونا نسمع للزميلة تهاني إبراهيم وعن تفاصيل الوضع على الأرض في السودان. نتابع. منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، غادر ملايين التلاميذ قاعات الدراسة نازحين إلى مناطق أكثر أمنا، وسط تحذيرات واسعة من أن يؤدي استمرار النزاع الدائر إلى تدمير العملية التعليمية بالبلاد. العام الدراسي ده ما معروف مصير أولادنا شنو، حتى إن إحنا ما بنحكي عن مصير أولادنا، نحن كجينا نازحين من الخرطوم أو استقبلتنا بالسودان، بنحكي عن السودان كله. يعني هسي عندنا الناس المنتحنين الشهادة دي خالص ما امتحنوا. أساساً التعليم يمكن قبل سنتين كان تجهجه في الخرطوم، مرة إضرابات مرة مظاهرات، بعد ذاك جات الحرب. نحن عندنا أبناء 3 سنين هم مجمدين في المدارس. تقديرات منظمات الأمم المتحدة أشارت إلى أن 19 مليون طفل في السودان باتوا خارج المدارس بسبب الاقتتال المستمر، فيما أغلقت 11 ألف مدرسة أبوابها، وينتظر أكثر من 6 ملايين تلميذ ممن يقيمون في مناطق أقل تأثيرا من الأزمة تأكيد السلطات المحلية حول إمكانية إعادة افتتاح الفصول الدراسية من جديد. في قرار من مجلس الوزراء
إنه الولايات الآمنة المفروض بعد ده يعني تبدأ تستقطب طلابها ويجروا، لأنه ما ممكن إحنا نجمد التعليم ده في كل السودان عشان في حرب. أكيد في مناطق فيها حرب، في مناطق الآن ما فيها حرب. فهو طبعا حق زي الغذاء والكساء يعني التعليم، فالمفروض ما يتوقف. ويحذر خبراء من تداعيات استمرار الحرب على العملية التعليمية، قائلين إن استمرار الوضع الحالي سيهدد مستقبل تعليم ملايين الطلاب، إلى جانب ما يتسبب به من آثار نفسية واجتماعية خطيرة. مسألة فتح المدارس واستيعاب التلاميذ في المدارس ذاتها تبقى رافعة لإيقاف الحرب والدافع، وإنه طرفي الصراع يكونوا جزء من المسألة ويتحملوا تبعة إنه الناس تنتقل من المناطق في يكون في وضع تعليمي إن شاء الله غير مباشر، لكن بتضافر كل الجهود الحكومية إضافة لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين. وحذرت منظمتا اليونيسيف وإنقاذ الطفولة من أن الأطفال في السودان لن يتمكنوا من العودة إلى المدرسة خلال الأشهر المقبلة إذا استمر القتال، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر كبيرة على رأسها الانخراط في العمليات العسكرية بعد تنامي دعوات المقاومة الشعبية المسلحة. التعليم في السودان في مهب الريح والحرب، فالمدارس أصبحت مأوى للفارين من ويلات الحرب، أما المعلمون فيواجهون أوضاعا معيشية صعبة بسبب انخفاض الأجور وتأخرها، إلى جانب تدني الموازنات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم. تهاني إبراهيم، الحرة، بورت سودان. والتفاوت هو السمة الأساسية للتعليم بين الدول العربية، وهذا ما نلحظه وفق الإحصاءات. وصل المتوسط العربي لبقاء الطلبة في نظام التعليم إلى نحو 12.4% عام 2020، وحسب تقرير صندوق النقد العربي عام 2022 تظهر الأرقام أن معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الأساسي في الدول العربية بلغ نحو 104.4%. أما بالنسبة إلى أرقام القيد في مرحلة التعليم الثانوي، فبلغ معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في الدول العربية نحو 81.7%. كما بلغ متوسط نسبة الإنفاق على التعليم إلى الدخل القومي الإجمالي في الدول العربية نحو 3.5%. لنتعمق أكثر في قضية التعليم عربيا، تنضم لنا الآن من بيروت أخصائية برامج التعليم في مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات الأستاذة ميسون شهاب. أهلا بك وصباح الخير عليك يا أستاذة ميسون. لو أمكن نحن نبدأ بأكبر التحديات اللي بتقف اليوم في وجه النظم التعليمية حاليا في العالم العربي، ما هي؟ صباح الخير. بداية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، أكيد بنحيي جميع المعنيين بما فيهم المعلمين والمعلمات، الهيئات التربوية والطلاب كمان. ذكرت بالتقرير أرقام واقعية أكيد بتدل على واقع التعليم في الدول العربية يلي هو بيعكس مزيج من التحديات والإنجازات. طبعا مثل ما قلتوا بتختلف من بلد لبلد. بيظهر القطاع التعليمي بالدول العربية تقدم كبير حصل بالفترة الأخيرة بمجال الوصول إلى التعليم، ولكن في تحديات كتير كبيرة ما زالت موجودة، خاصة بما يتعلق بموضوع جودة التعليم، أساليب التدريس، المناهج التقليدية اللي ما زالت موجودة بعدد كبير من الدول العربية. غالبا ما نرى بعد أنه التركيز ما زال على الحفظ وعلى الاختبارات الموحدة اللي هي بتكون يعني أو بتودي لنوع من خنق الإبداع أو التفكير النقدي أو مهارات حل المشكلات. بعد جائحة كوفيد-19 اتجهت العديد من الدول العربية والدول العالمية نحو التعلم عن بعد، مما زاد من أهمية استخدام التكنولوجيا وتسهيل عمليات التعلم والتعليم. ولكن في تحدي بهذا المجال، لأنه رغم كل هذا التحول يلي حاصل فلا تزال عدد كبير من الدول العربية بعيدة عن إيصال التعلم عبر التكنولوجيا أو عبر التعلم عن بعد. هناك كمان تحدي
تحديات متعلقة بالعوائق اللغوية، حيث أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأساسية بالدول العربية، وهذا شيء كتير طبيعي، ولكن مهم أيضاً أنه يكون في تعليم بلغات أخرى لمساعدة الطلاب أنه يكتسبوا مهارات تقدر تساعدهم بسوق العمل، لأنه سوق العمل صار سوق عالمي بهذه الفترة. بتضل فرص العمل عم بتشكل تحدي كتير كبير، لأنه عم نخرج كتير طلاب يا إما ما بيلاقوا شغل يا فرص عمل، يا إما فرص العمل غير مؤاتية للمهارات يلي هن اكتسبوها. فإذا إيجاد توافق بين المهارات اللي الطلاب بياخدوها بالتعليم وحاجات سوق العمل هو واحدة من التحديات لنظام التعليم لازم يواجهها بالدول العربية. نعم. وعلى الرغم من كل هالتحديات في جهود ومبادرات مثل ما ذكرتوا مستمرة بمختلف الدول العربية لتحسين جودة التعليم وتعزيز الفرص للمتعلمين وين ما كان. نعم. طيب ماذا عن الدول اللي موجود فيها حتى صراعات في هذا الوقت؟ ما أثر النزاعات والأوضاع السياسية على التعليم في هذه الدول؟ لو نحكي عن غزة، لو نحكي مثلا عن لبنان، الجنوب اللبناني تحديدا، أو السودان مثلا. نعم، على مدى العقد الماضي يعني النزاعات وحالات الطوارئ اللي حصلت ببعض الدول العربية أدت طبعا لتعطيل التعليم بشكل كبير أو تراجعه على جميع المستويات، مما بيزيد من التحديات القائمة أوريدي اللي موجودة بالدول، وكمان بعيق تطور رأس المال البشري بالدول اللي بتعاني من هذا الشيء. نحن عم نحكي هلأ في أكثر من 8 بلدان عربية بتعاني من أو يعني بتعاني من نزاعات أو حالات غير مستقرة. هذا الشيء عنده طبعا أثار مختلفة، أهمها وأولها فقدان الأرواح والإصابات البشرية بصفوف المعلمين والطلاب والهيئات التعليمية يلي بتسهل العملية التعلمية بالدول. تدمير المدارس والمؤسسات التعليمية هو من الأثار الكبيرة يلي عم نشوفها، وهذا طبعا بيؤدي أو بيعيق التعلم وبيودي لفقدان البنية التحتية التعليمية، وبصير صعب إعادة إعمارها بشكل كتير سريع. كمان بتسبب النزاعات، وهذا شيء كتير مهم، تقليل التمويل الحكومي، لأنه بصير الاهتمام يعني ينصب على المأوى، على الأكل، الشرب، الحاجات الإنسانية الأولية، ويصبح التعليم يعني برايوريتي تاني. الأرقام مخيفة بالدول العربية على مستوى التعليم الأساسي. اليوم نحن وعم نحكي في تقريباً حوالي 35 مليون طفل خارج المدرسة في الدول العربية، بالإضافة ل 6.4 مليون طفل أو طالب لاجئ وهن بسن الدراسة. نعم. طيب أستاذة ميسون، يعني ذكرتي منذ قليل بعض السبل تحسين مخرجات العملية التعليمية في العالم العربي. ربما أحد المتهمين الأساسيين في هذا المجال هو المناهج التعليمية. دائما هناك شكاوى بأن المناهج ضعيفة. كيف يمكن الارتقاء بجودة المناهج التعليمية في العالم العربي؟ نعم، واقع المناهج التعليمية بالدول العربية بيتنوع بشكل كتير كبير. في دول عم تاخد إجراءات كتير متقدمة لتحسين المناهج، بعض الدول عم تحرص على تحسين مناهجها لتواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، بينما غيرها بعده غير قادر بالنسبة مثل ما ذكرنا في نزاعات أو في أسباب تعيق هذا الشيء. التحديات الموجودة عم تشمل أنه بعض المناهج يعني ما عم بتأكد على الفهم العميق للمواد. طبعا المناهج هي بحاجة لتطوير مهارات التفكير النقدي، مهارات الإبداع، تأمين التوازن بين المحتوى التقليدي والمفاهيم الحديثة يلي عم بتصير هلأ. بعض الدول، وهذا شيء كتير منيح، عم تعمل على تعزيز توجيه التعلم نحو تنمية القدرات الحياتية life skills والتحصيل المهني اللي هو نحن كتير بحاجة له لتلبية احتياجات سوق العمل مثل ما ذكرت قبل شوي. فإذا يعني عملية تطوير المناهج كمان هي عملية طويلة المدى، ما بتصير بين ليلة وضحاها، تاخد وقت كتير، وهي كمان يعني المنهج هو political statement، الدولة بتعمل بتقوم
فيه، منشان هيك بيكون بحاجة إنه يعني ياخد وقته ليصير. طيب، تطوير المعلم أو الكادر التعليمي دائما من الأشياء الصعبة ممكن، هل من حل لرفع جودة هذا الركن من العملية التعليمية؟ طبعا يعني بالدول العربية كمان هناك تفاوت بهذا الموضوع، ولكن التأسيس لمهنة المعلم وإعطاء مهنة المعلم قدر يعني كافي بالدول العربية هو من الأمور المهمة، لأنه للأسف مهنة المعلم ما بقى عندها البرستيج اللي كان موجود قبل. فإذا إعطاء الأولوية والأهمية لمهنة المعلم هو من الأمور الأساسية. كمان بيبقى طبعا هناك في نقص بالكفاءات التعليمية يلي موجودة، فالأساتذة والمعلمين بحاجة لتدريب ما قبل الخدمة وتدريب أثناء الخدمة ليقدروا يقوموا بمهمتهم بشكل كافي ووافي. وطبعاً بيكون في موضوع كثير مهم وهو موضوع يعني التحصيل المالي مقابل هيدي المهنة اللي هو بحاجة إلى تحسين كتير كبير بالدول العربية، ليقدر كمان الأستاذ يكون مرتاح، يكون عم يعطي كل وقته لمهنته، ما عم يعمل مهنة تانية موازية لمهنة التعليم. طيب أستاذة ميسون، يعني في النهاية كمنظمة مدنية عاملة في هذا المجال، ما رؤيتكم للدور دور المنظمات الدولية والمحلية لدعم التعليم في العالم العربي؟ بصراحة بتلعب المنظمات الدولية دور كتير حيوي بدعم التعليم بالدول العربية. طبعا يعني المنظمات الدولية بتساعد الدول لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة، ولكن من بعض الأدوار الرئيسية اللي بتقوم فيها المنظمات الدولية من بين منظمة اليونسكو هو توفير التمويل، تطوير مساعدة الدول لتطوير السياسات التعليمية اللي بحاجة لها، تعزيز التحول الرقمي الحاصل حالياً، تسعى طبعاً المنظمات الدولية لتعزيز التحول الرقمي وتقديم الدعم بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز عملية التعليم. كمان هناك دور كتير مهم بتقديم الدعم الفني والتدريب للجسم التعليمي والتربوي اللي موجود، ومن أهم الأدوار هو خلق شركات بين الدول العربية بين بعضها وبين دول عربية ودول تانية بالعالم، وكمان تعزيز التعليم بحالات الطوارئ والأزمات مثل ما حكينا قبل شوي. أشكرك ميسون شهاب، أخصائية برامج التعليم في مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات، شكرا جزيلا لك. إذن يعني كما ذكر الآن، هناك عوامل كثيرة تتأثر بها العملية التعليمية. من هذه العوامل توفر المكان المناسب الذي يؤمن بيئة جيدة لتعليم أفضل. إذا ما نظرنا للمغرب سنجد أنه اليوم الآلاف من الطلاب فقدوا هذه الميزة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في العام الماضي. نعم، كحل مؤقت الدراسة تستكمل في خيام خصصتها وزارة التربية بعد تضرر أكثر من 1000 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، وتعمل الإدارة على إنشاء المزيد من المدارس تباعاً. هؤلاء هم تلاميذ منطقة الحوز بالمغرب، وهذه هي معاناتهم من تعثرات استئناف الدراسة بسبب آثار الزلزال. 65,000 تلميذ يدرسون في خيام نصبتها وزارة التربية الوطنية أو في مدن مجاورة بعيداً عن أسرهم. ظروفهم تراها نقابات التعليم صعبة. احتضان التلاميذ يعني بأعداد كبيرة داخل نفس الخيمة، ووجود في بعض الأحيان أستاذين داخل نفس الخيمة كيدرسوا وفي نفس الوقت، إذن هذا الشيء بيسير محبط وغير مقبول، وفي التقييم ديال الفاعلين التربويين وديال العديد من المتدخلين بأنه لا يؤمن يعني الاستمرارية البيداغوجية. الحكومة تحاول استدراك المشاكل في هذه المناطق بعد إحصاء حوالي 1000 مؤسسة تعليمية متضررة من الزلزال. خصصت الوزارة خياما للتعلم فضلا عن منح مالية للتلاميذ لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة. حاولنا كل ما يمكن نحولهم المؤسسات اللي هي قريبة لهم، وبعض الأحيان احتاجنا باش يكون الإيواء ديالهم في داخليات
والوزارة خلقت مناح خاصة لهذا التلاميذ باش يتم يمكن لهم يكون الإيواء ديالهم في هذه الداخليات. أمال المواطنين المتضررين في إعادة إعمار هذه المدارس لا تزال قائمة، خصوصا أن أعدادا كبيرة من التلاميذ مقبلة على امتحانات تخرج تتطلب التعلم في ظروف مواتية. يبحث تلاميذ منطقة الحوز حلولا لمشاكل التحصيل في زمن الزلزال، تحصيل يواجه مشاكل عديدة قد تتضاعف خلال برد الشتاء. نور الدين قجان، الحرة، الرباط. نستكمل الآن الحديث عن واقع التعليم في الوطن العربي، وكما رأينا ما يزال الموضوع وما يزال هذا القطاع بحاجة إلى متطلبات كثيرة حتى تكون العملية متكاملة وتحقق الأهداف المنتظرة. نعم، يبقى المعيار الحقيقي في هذا الشأن هو جودة التعليم أولا وأخيرا. نتعرف الآن على أفضل الدول العربية من هذه الناحية بحسب موقع US News. وبحسب الإحصائيات هنا احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والسابع والعشرين عالميا، أما ثانيا فقد جاءت السعودية واللي حلت بالمركز الثاني عربيا والرابع والثلاثين عالميا. في المركز الثالث عربيا حلت مصر، بينما جاءت في المركز الثامن والثلاثين عالميا. تلتها قطر في المركز الرابع عربيا والمركز الأربعين على مستوى العالم، بينما جاء المغرب في المركز الخامس عربيا والسادس والخمسين عالميا. ليست الحرب وحدها ما يهدد أطفال المخيمات في الشمال السوري. في مدينة الرقة يحرم نحو 80,000 طفل من متابعة تحصيلهم العلمي، ويعمل غالبية الأطفال في تلك المخيمات في نبش النفايات. إلى جانب أطفال المخيمات، هناك نحو 300,000 طالب وطالبة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا مهددون بالحرمان من التعليم، ويشكو أيضا المدرسون هناك من ضعف الخدمات في المدارس بسبب دمار البنى التحتية. نعم، وتفيد التقارير الدولية بوجود أكثر من 2,000,000 طفل سوري لا يرتادون المدارس بسبب هجرة الكوادر التعليمية وزيادة معدلات النزوح خلال الحرب. شبح الأمية يهدد أبناء زهرة الذين لا يعلمون شيئاً عن العمليات الحسابية والأبجدية العربية كونهم لا يرتادون المدارس خلال سنوات النزوح، فهمهم الوحيد هو مساعدة والدتهم في نبش نفايات من أطراف مخيم سهلة البنات شرقي مدينة الرقة لتأمين لقمة العيش. عندي وليدين وبنيتين لا يعرفون لا يكتبون ولا يقرون، حتى حرف الواحد ما يعرفونه. إجبار جينا لي جاي بدنا نعيش، أزلم لا يشتغل ولا شيء، كل النهار نايم ما يشتغل لا شغله ولا عمل، إجبار بدنا نعيش إحنا من هنا. آلاف العائلات النازحة تشارك زهرة المعاناة نفسها، إذ لا توجد أي مدرسة رسمية في 58 مخيم عشوائي في أطراف الرقة. هنا في مخيم سهلة البنات يقضي غالبية الأطفال ساعات النهار بحثاً عن بعض المواد الصالحة لإعادة التدوير لبيعها وسط تردي الأوضاع المعيشية. الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا تقول إن الهجمات التركية أثرت سلباً على خطط بناء المدارس في المخيمات العشوائية، كما أحدثت خللاً في سير العملية التعليمية في هذه المناطق. حيشتي حزار زاروك دوفان. ستقوم الإدارة الذاتية بتجميع المخيمات العشوائية في 8 مخيمات كبيرة ليتمكن قرابة 80,000 طالب من الالتحاق بالمدارس. الهجمات التركية أثرت على قرابة 300,000 طالب في مناطقنا، حيث أجبرنا على إغلاق المدارس عدة مرات. لدينا 4 مدارس تعرضت للقصف. حالياً مدارسنا بدون ماء وكهرباء وبدون محروقات بسبب قصف البنى التحتية. تفيد الإحصائيات بأن نسبة التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الإلزامي ارتفعت إلى 22% وسط تردي الأوضاع المادية والأمنية، كما أن التعليم في سوريا خرج منذ سنوات من مؤشر دافوس العالمي لجودة التعليم، وذلك بسبب رداءة المناهج الدراسية ونقص التمويل، ما أثر سلباً على تقديم خدمات آمنة ومستدامة لملايين الأطفال السوريين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة
تفيد بوجود قرابة 2,400,000 طفل سوري لا يرتادون المدارس. لذا تطالب المنظمة الدولية أطراف النزاع هنا بضرورة ضمان التعليم الجيد والعادل لجميع الأطفال في هذا البلد، فضلاً عن توجيه المناهج الدراسية نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة. هيبار عثمان، الحرة، من أطراف الرقة، شمال سوريا. تنضم إلينا من عمان نسرين الرواشدة، مديرة البرامج في منصة إدراك للتعليم. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذة نسرين. يعني أستاذة نسرين، أنتم لديكم منصة إدراك، وكما نعرف هي منصة غير ربحية بتهدف لتوفير فرصة تعليمية للطلاب في الأردن والعالم العربي أجمع بالتواصل مع جامعات ومعاهد غربية. حدثينا أكثر عن تجربتكم في تحسين تجربة التعلم للطلاب. صباح الخير وشكرا كثير على الاستضافة. بشرفني أكيد أنه أكون معكم اليوم. حابة أحكي لكم بالأول عن منصة إدراك. منصة إدراك أو إدراك هي منظمة غير ربحية بلشنا في عام 2014 تحت مظلة مؤسسة الملكة رانيا في عمان الأردن. إدراك من 10 سنين تقريباً 2014 لهلأ كانت عم بتقدم خلينا نحكي محتوى عربي، دورات تدريبية عربية باللغة العربية لجميع المتعلمين العرب، مش بس بالأردن، احنا تقريبا عالميا. أكيد طبعا بما إنها باللغة العربية احنا عم نركز على العالم العربي. جميعها كتير هاي كواليتي، جميعها كتير بالمواد المطلوبة اللي رح تساعد المتعلمين إنه ينموا قدراتهم. منصة إدراك عليها حالياً حوالي 8.5 مليون متعلم من جميع أنحاء العالم، بالتركيز على العالم العربي زي ما حكينا. عندنا حوالي 300 دورة تدريبية موجودين على موقع منصة إدراك مفتوحين للجميع. رسالة منصة إدراك هي العلم لمن يريد، بما معناته أنه إحنا لازم نتخطى أي حاجز بين الشخص اللي حابب يتعلم والمادة التعليمية اللي بيستحقها علشان يقدر ينمي قدراته، يتقدم في عمله، يتقدم في مهاراته الشخصية وغيرها. فبالتالي منصة إدراك هي مجانية بشكل كامل لجميع المتعلمين. كل اللي عليهم انهم يفوتوا ويسجلوا على هاي المنصه، راح ينفتح لهم الباب قدام العديد من الدورات التعليميه في جميع المجالات اللي ممكن تتخيلها، من اللغات، تكنولوجي، اي شيء بالاعمال، تطوير حتى مهاراتهم الشخصيه، الارت وغيرها. بالفتره هاي من 2014 لهلا احنا تعاملنا مع الاف المدربين، وممكن هاي واحدة من الشغلات اللي بتميز منصة إدراك. المدربين هم، بدي أصلح لك شغلة بس أنت حكيتها بالأول، إحنا مصادرنا معظمها يعني عم تحكي لأكثر من 90% عم نتعامل مع خبراء عرب، مع جامعات عربية، مع معاهد متحدثة في اللغة العربية. إحنا هاي واحدة من الشغلات اللي نركز عليها، إنه إحنا في العالم العربي في عندنا قدرات رهيبة. أوكي؟ يعني تتواصلون مع المؤسسات العربية أكثر من المؤسسات الغربية. نعم. أول ما بدأت منصة إدراك علشان إحنا ننمي المحتوى تبع المنصة، كان كتير من المحتوى تبعها مأخوذ بالتعاون مع جامعة، خلينا نحكي ممكن هارفارد، مع جامعة MIT، مع كتير من الجامعات الغربية. لكن اللي اكتشفناه بعديها إنه لا، المتعلم العربي بحاجة مواد عم تحكي اللغة العربية related لو أو متعلقة كتير في المجتمع اللي هو عايش فيه، في خلينا نحكي عالم الأعمال اللي هو جزء منه، اللي بيختلف أكيد بطبيعته بالعالم العربي عنا عن العوالم الثانية. ويعني أكيد أنتوا عارفين، كل العالم عارفة إنه إحنا المهارات العربية والخبرات العربية اللي موجودة في المنطقة بتكفي كتير إنه نوصل أي معلومة بنحتاجها للمتعلم العربي. طيب، منصة إدراك الآن، ما هي الأدوات والموارد المتاحة على المنصة حتى تدعم عملية التعلم وحتى توفر كذلك فرص تعليمية أكثر؟ زي ما خبرتكم، إدراك حالياً هي
منصة إلكترونية، بمعنى إنها موقع إلكتروني بيحتوي على مكتبة ضخمة من الدورات التدريبية، جميعها باللغة العربية، جميعها كتير خلينا نحكي عالية الجودة من ناحية المحتوى، من ناحية التصوير، ومن ناحية التقديم. بتتميز منصة إدراك في مجالات التكنولوجيا، خلينا نحكي اللي موجودة فيها المنصة بذاتها كتير بتحفز على التعلم المستمر والتعلم المرن. الأدوات الثانية اللي منقدمها ممكن نحكي عن منتديات إلكترونية بتشجع على التعاون بين المتعلمين بينهم وبين بعض، التواصل مع المؤسسات التعليمية الثانية، أدوات تكنولوجية موجودة على المنصة نفسها كمان بتخلي التعليم المستمر أكثر متعة وأكثر فعالية أو تفاعلا بين المادة التعليمية والطلاب. طيب أستاذة نسرين، احنا بنشوف اليوم يعني هناك العديد من المبادرات الشبيهة بإدراك، منصات مختلفة، ولكن ايه هو الشيء اللي بيميز إدراك عن غيرها؟ احنا عم نقضي وقت كتير وعم نقضي جهد كبير باختيار المواد التدريبية اللي رح تطلع عنا على منصة إدراك. كل المواد اللي موجودة على منصة إدراك هي فعلياً إحنا اشتغلناها بتأني علشان نتأكد إنه هي مواكبة للمعلومات أو للمهارات المطلوبة في سوق العمل، المهارات الحياتية المطلوبة حالياً بعصرنا الحالي للمتعلمين ياخدوها. بتتميز كتير منصة إدراك بالخبراء اللي احنا عم نختارهم. هي مش بس انه منصة اي حدا بيقدر يعمل دورة تعليمية ويرفعها عليها، بالعكس يعني احنا عم نحكي عن كل شيء تقريبا عم بتصور بالاستوديوهات عنا، فاحنا كتير دقيقين باختيار هاي المادة. هاي من جهة. الجهة الثانية احنا كتير فخورين بالشركات بيننا وبين كتير مؤسسات، بيننا وبين كتير جامعات سواء أردنية او حتى نعم. أي مكان في العالم بالتركيز على العالم العربي أكيد. وهي من الشغلات اللي بتميزنا وبتساعدنا كتير إنه إحنا نقدم المحتوى اللي بيستاهل المتعلم العربي. نعم. شكرا جزيلا لك نسرين الرواشدة مديرة البرامج في منصة إدراك. شكرا جزيلا لك. ربما من أكثر الأماكن معاناة فيما يتعلق بالتعليم اليمن، لأن القطاع هناك يمر بمشاكل كثيرة بسبب الحرب، وأبرزها ارتفاع عدد الطلاب في الفصل الواحد بسبب موجات النزوح الكبيرة، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تدني جودة التعليم التي يتلقاها الطالب. أمل ياسين معلمة قررت أنها تساعد الطلاب من خلال تأسيسهم قبل الالتحاق بالمدارس، وأيضا تعليم الأمهات الأميات حتى يتمكنوا من متابعة أطفالهم في البيت. الآلاف من الأمهات والتلاميذ والطلاب والآباء لم يستطيعوا الالتحاق بالتعليم بسبب النزوح والحرب، فنحن نحاول أن نسد هذه الثغرة ولو قليل من خلال فتح هذه المراكز والتعليم في هذه البيوت البسيطة. بدأت بتعليم الطلاب والأمهات من خلال ممارستي للتدريس، وكنت أجد صعوبة عند الأطفال، إما أن الأسرة تكون أمية ويكون الطفل محطم من خلال المتابعة في المنزل أو من خلال استحام المدارس وعدم توفير لهم الكادر المميز والفصول الواسعة، عدم وصول المدارس الحكومية لبداية فتح فصول تمهيدي، فيدخل الطالب بداية المرحلة الأولى الصف الأول الأساسي يدخل بدون أي شيء كأنه من الصفر بدأ. فأنا بدأت أني أشتري أنمي هذه، أبدأ أدرسهم في الإجازة الصيفية، أدرس الأطفال الصغار كبداية، يدخل مرحلة أول اللي هو الصف الأساسي يدخل وقد في عنده خلفية. واحدة من زميلاتي طرحت عليها الفكرة وكانوا عيالها وبناتها من ضمن الذي بدأت أدرسهم، فكانت متعاونة معي جدا وأعطتنا غرفة في بيتها بقدر استطاعتها إنه أن أدرسهم في هذه الغرفة.
النساء في اليمن أكثر أنها محرومات من التعليم، وهذه يعني جاءت لنا فرصة. الأستاذة أمل كانت فرصة لأنه نحن نحسن من قراءتنا، نحسن من كتابتنا، نتعلم أشياء كثيرة اللي ما حصلناها في أماكن ثانية حصلناها هنا، بالرغم أنه نحن الآن نازحين في أماكن نزوح، إلا أنه يعني الحمد لله في واحدة من الأخوات تطوعت لها بالمكان واستفدنا مننا تقريبا 30 امرأة نجي لهنا ونتعلم أشياء كثيرة بصراحة الحمد لله رب العالمين. يعني في فرق كبير على ما اللي تعلمناه من الأستاذة أمل. الأولاد الصغار يعني استفادوا كثير وتحسنت نهج القراءة عندهم، تحسنت القراءة عندهم بشكل كبير جدا مع الأستاذة أمل. بدأت بوسائل قليلة جدا وبسيطة جدا، الصبورة، الأقلام، القصاصات، الأوراق الملونة، الرسومات، حاجة بسيطة جدا حسب ما يتوفر لدي. أنا كنت أتوقع في البداية أن استجابة أولياء الأمور والتلاميذ أنه تكون قليلة، بس تفاجأت أن كان في مبادرة، وكل ما كملت جزء من الطلاب رحلوا وجايوا بدلهم. بدأت بجزء بسيط بخمس نساء وبعدين 10، تكاثرين 15 20 25، والفصل الصغير ما أقدرش إني أوسع أكثر ولا في إقبال، والطلبة كذلك في إقبال لكن ما فيش فصول كبيرة، ما ليش قدرة إني أوسعه. واجهت الصعوبات في عدم توفر المبنى وفي عدم توفر الوسائل وفي إنه المكان بعيد من بيتي والمجيء ياخذ مدة طويلة وعدم امتلاك وسائل أكثر وإمكانيات أكثر أنمي أكثر، عدم وجود ساحة للتلاميذ وممارسة نشاطات مختلفة وعدم ممارسة استراتيجية التعليم النشط في خارج الصف. خرجوا من يدي أمهات الحمد لله استطعن يقرأين ويكتبين ويذاكرين لعيالهن ويقرأن في المصاحف، وأطفال بدأوا انطلقوا في المدارس وبدأوا يطلعوا في مدارس حكومية امتياز ودخلوا للمدارس، والمدرسة حتى المدارس اللي تستقبلهم بتكون سعيدة بهم. أهلا بكم من جديد. في فترات سابقة كان اللون الأبيض في الأغلب هو كان سائد على جدران بيوتنا، هذا طبعا زمان الأثاث أي شيء يريح العين باختلاف الألوان والأشكال، لكن في عالم الأثاث والديكور الأمر دائما ما يختلف. صحيح، اليوم يوجد ما يعرف بفكرة التناغم اللوني، وهي من أحدث صيحات عالم الديكور، ومعناها أنه يكون هناك في تدرج في ألوان الأثاث ولون الغرفة بشكل عام، والهدف أنه في النهاية يصبح البيت مكان متناسق وأنيق ومريح للنظر. نعم، بحسب خبراء الأثاث باسل، هنا عالم الأثاث والديكور يشهد حاليا رواج كبير لتوليفات لونية معينة، مثلا اكتساء قطع الأثاث والديكور الكبيرة بألوان محايدة، وسجادة باللون الرمادي أو أريكة باللون الأبيض، وجدران مثلا باللون الأخضر مثلا. اليوم يعتبر فهم واستخدام الألوان بشكل صحيح أمر مهم حتى في تحسين البيئة والمحيط، يعني المحيط بينا وتأثيرها أيضا على حالتنا العقلية والعاطفية. طيب خلونا سريعا نشوف فوائد الألوان وتأثيرها على حياة الأشخاص. أولا، التعرض للألوان الفاتحة والزاهية خصوصا في فصل الشتاء نوعا ما بيشعرنا بنوع من الدفء والراحة في البيت، وبيقلل من الشعور بانخفاض الطاقة والمزاج الكئيب. أيضا ممكن يكون للألوان دور في تنظيم ما يعرف بالإيقاع اليومي، وهنحكي أكثر في هذا الموضوع أكيد ونفصله فيه مع مهندسة الديكور اللي معنا هدى العيلة. أهلا بك يا هدى. شكرا على الاستضافة. كيف يأثر التناغم اللوني بشكل عام على جو المنزل، يعني على بيئتنا اللي جنبنا؟
هلا علاقة الإنسان بالألوان علاقة قديمة كتير، يعني بلشت من الطبيعة، فكان الإنسان يتأثر بخضار الطبيعة، بلون الزهور، لون السماء، لون البحر. هيدي الألوان كلياتها تخيلوا إذا كانت صارت بقلب بيت بين أربع حيطان، قد إيه تأثيرها حيكون عالي على الإنسان. من هون بلش الإنسان يبحث إنه أي ألوان بتأثر على نفسيته بطريقة سلبية بطريقة إيجابية. هلا مثل الروبورتاج اللي حضرناه من قبل، دائما الالوان الزاهيه هي الوان بتطفي على الجو العام هيك راحه نفسيه للي ساكن بقلب البيت، مثل الالوان الازرق الاخضر، طبعا عده تدرجاتهم يعني. الالوان البنفسجيه ممكن كمان تخلق، يعني بتحس جو الخلق والابداع عند الانسان. بينما مثلا عندنا الالوان الدافئه مثل الاصفر البرتقالي الاحمر، هدول الوان اكثر بتدعي للدفء او للحركه بالاحرى او للسعاده. في دراسات بتقول انه اللون الاصفر والبرتقالي الوان بتفتح الشهيه، طبعا هيدي دراسات ممكن ما نقدر نعممها على الكل، بس لا شك انه اختيار اللون بالبيت بيعكس بطريقه مباشره على نفسيه الاشخاص اللي عايشين بهذا البيت. طيب يعني احنا مش بنقول انه في الوان حلوه والوان وحشه، لا. ولكن مهم ان يكون في تناغم ما بين الالوان ويكون الشخص عارف المود او الحاله اللي عايز يخلقها. يعني اذا نحن عم نختار لون لغرفه نوم غير ما نختار نوم لغرفه جلوس او لمكتب او لصاله. طيب. معيشه. جميل. احنا ممكن مثلا انا ممكن اقول انا بحب اللون ما اعرفش الاصفر، واحد بيحب اللون الاحمر. كل واحد حاسس فينا نفسه فنان. لكن ازاي الشخص طبعا اللي بيفهم بجد، يعني ناس قلائل محتاجه شخص خبير. وده اللي احنا عايزين نعرفه منك، ازاي ممكن واحد مش خبير في الموضوع يختار الوان مش متضاربه تخلق حاله لطيفه في البيت؟ طيب هلا نحن عندنا حالتين، عندنا حالة الشخص اللي بده يختار ألوان لبيته بس إجمالا بيحب الألوان المحايدة، هي بيكون اختيارات أسهل لأنه إجمالا بنروح على الدرجات الفاتحة، يعني تدرجات الأبيض ممكن العرمادي على بيج، الصوفة بتكون نفس الألوان وبنصير بنلعب بالأكسسوارات. هلا بحكي عنها أكثر بتفاصيل هلا، بس بيهمني الشخص اللي بيحب الألوان. هلا هذا الشخص بتبلش قصته مع لون معين هو عبيل يكون موجود بقلب الغرفة، فمننطلق من لون. هلأ ممكن هيدا اللون يكون شاف صوفة أريكة معينة وعجبته قال هيدي بدي نقيها، أوكي؟ أو ممكن سجادة، فدايما منبلش من لون ومننطلق منه. هلأ ممكن كتير نستعين بدائرة الألوان، هي كتير بتساعد، منلاقيها على الويب سايت هينا نلاقيها. مجرد ما نحن اختار للنون اللون المقابل لألو على الدائرة بيكون هو اللون المكمل لألو، ومننطلق طلق من هون. يعني كمان هو في مشاعر بتتدخل، يعني هو الإنسان كيف بيتفاعل مع الألوان، هون ببلش بقى بيختار الألوان الثانية بدرجات أخف طبعا، يعني مش كل الألوان تكون قوية، دايما عندنا لون قوي وبنختار الألوان الثانية بأقل قوة، ويعني إنها تكون مش قوي، يعني مش كلياتهم 100% موجودين بالغرفة. في قاعدة اسمها 60-30-10، يعني 60 بيكون هو اللون الأساسي، كان اللون الصبغ الأساس قوي. السجاد اللون القوي. 30% بيكون الألوان السنوية اللي هي ممكن تكون ستائر، ممكن تكون أريكة تانية مثلا، وال 10% بتكون الأكسسوارات اللون كتير خفيف، هو لون بيكون قوي بس نحن بنحطه بكمية قليلة لأنه مشان قوته ما تأثر على تناغم الألوان الباقية. فممكن نستعين فيه بالأكسسوارات، بالوسائد، ممكن باللوحات اللي بدنا نعلقها على الجدار. طيب في هذا الوقت شن هي أكثر أنظمة الألوان خلي نقوله اللي معروفة وواخذة رواج في هذا الوقت؟ هلأ إذا بدنا نحكي عن واخدة رواج وشعبية دايما بنروح على الالوان المحايده. ليش؟ لانه اجمالا يعني انا بخبرتي مع الزبونين انه هن بيخافوا، يعني ما عندهم قلب قوي انه انا والله ادهن هالحيط احمر او ادهنه اخضر. لو كانوا بيحبوا هالالوان فدايما بيلجأوا للون جدران او ورق جدران بالالوان المحايده، اريكه باللون المحايد، ومندخل هيدي الالوان بالاكسسوارات بالارمتشير اللي انه بيكون بكميه قليله، وهيك بيكون انه هو استعمل اللون اللي بيحبه بس ما عم
على كل الغرفة. هيدا أكتر شيء الناس بتحبه، بيقول لك أنه بعد سنة سنتين أنا زهقت منه، بغير الأكسسوارات بس الأساس اللي هو كبير بالبيت أو لون الصبغ أو شيء، هيدا بخليه مثل ما هو وبلعب بألوان الأكسسوارات. يعني اللي أنت بتعمليه نوع من التوازن ما بين الاثنين، ما بين الألوان المحايدة طبعًا والألوان الجريئة طبعًا. بس هل ممكن أن الألوان الجريئة تبقى لوحدها موجودة؟ يعني هل ممكن يبقى في بيت أحمر أصفر أخضر؟ يا هي اسمها يعني إيه؟ ألوان جريئة. يعني لازم الشخص لازم الشخص يكون كتير جريء بس مش غلط. يعني لا مش غلط أبداً أبداً. مش غلط، خصوصي إذا عملت بطريقة متناغمة ومتوازنة وعرف الإنسان يخلط الألوان الصح مع بعضها. بس إجمالاً بالفعل هاي شخصيات بتكون كتير جريئة تقدر تعمل هاي الخطوة. يعني كله بيخاف بينقذ أنه لا ما بقدر أعمل حيط أحمر، مع أنه إذا انشغل بطريقة صح طبعاً أكيد الانتيريور بيطلع نتيجة بتطلع رائعة يعني. والتناغم بيطلع بشكل كتير حلو وسلس. يعني ممكن يكون محتاج مختص عشان يعرف طبعًا كيف، أو يكون عنده عين فن يعني. هلأ عنده عين عن مهنتنا نحن يعني في شغلتين كتير بتأثر بمهنة المصمم الداخلي. أول شيء الخبرة، ثاني شيء الإحساس. هيدا اللي بيميز بيت عن تاني، أنه أنا أنا كمهندسة أنا كيف بشوف الألوان، أنا بشوفها غير أنت. يعني لو كنت أنت مهندسة ديكور أنا بحس بالألوان بطريقة مختلفة عنك. وهيدا اللي يعني أكيد الناس اللي بتحب يكون عندها ألوان قوية أفضل أنه تستعين بمختص. إيه طيب، هل عندك نصائح في استخدام التناغم اللوني فلنقل في مساحات صغيرة حتى تبان أكبر؟ هلأ المساحات الصغيرة كتير حساسة إجمالاً. حتى نوسع المساحات الصغيرة دايماً ينصح بالألوان الفاتحة بالصبغ، عم نحكي أكتر شيء يعني عم بركز على الصبغ أو ورق الجدران. دايماً ننصح بالألوان الفاتحة لأن الألوان الفاتحة بتعكس الضوء اللي جاي من برا وبتعطي وسع على الأوضة. هلأ بدي لكم خبرية بتفاجئكم شوي، أنه الأوض اللي مش كتير بفت لها ضوء الألوان الغامقة أوقات بتعطي كمان كبر للمساحة. ليش؟ لأنه اللون الغامق بيعطي غمق. فلما بتكون الغرفة مدهونة باللون الغامق إذا ما داخلها شمس فهيدا الشيء بيعطي غمق بزيادة للمساحة الغرفة اللي عم نشتغل عليها. الألوان الفاتحة هي اللي تكبر المساحة في مثلا الحيطان أو في أي شيء تاني، مثلا في المنسوجات في الأرائك في أي شيء. يعني كيف ممكن يتم استخدام هذه الألوان الفاتحة حتى تكبر المساحات أكثر البيوت الصغيرة؟ هلا نحن دايما أول شيء بنحكي عن الحيطان طبعا يعني. بس أكيد لما بيكون في أساس بكمية كبيرة كمان نلجأ للألوان الفاتحة بالأساس. هلا كمان أنا ما بدنا نقلل من قيمة الاختيار النسيج تبع القماشات. يعني نحن دايما منركز على الألوان بس التناغم بصير بين الألوان والملمس كمان للقصص. يعني أنا ما في أدهن حيط لون فاتح وحط مثلا تنقول ستارة مخمل تقيلة عليها. لازم الستائر تكون خفيفة إن كان شيفون، إذا كان حتى أنه منا بحاجة نحن يعني لخصوصية تامة. ممكن تكون شيفون، ممكن تكون قطن ناعم، حتى الأريكة نفس الشيء ممكن تكون من الكتان الطبيعي. بينما بالألوان الغامقة فينا نستعمل مثلا المخمل، الجلديات مثل القصور القديمة. تحسي أنه في ألوان غامقة، في مخمل على البرادي، في كراسي جلد، هيدول بتناغموا مع بعضهم أكتر. حلو قوي أنك ذكرتي موضوع القصور القديمة ده. وهنا سؤالي، هل في حاجات ممكن أن هي تحد من اختياراتنا اللي احنا نفسنا نعملها في المكان، مثلا زي الستايل أو التصميم المكان نفسه؟ هل هو تصميم حديث، هل هو مودرن، هل هو كلاسيكي، هل هو قصر، هل هو فاهم أنا أقصد إيه؟ في بعض الحاجات الواحد بيحس أنه فرضت عليه خشب لون ذهبي أبيض أو أسود، يعني بتحدد نوعا، مفيش أحمر، مفيش خروج عن المعتاد. أنت رأيك في الكلام ده؟ لأنه في ناس بتحس أنه لا، اخترت ستايل لازم تاخد معاه الألوان بتاعته. هلأ إذا بدنا نفوت بالستايلات الديكور هي كبير كتير. يعني فينا في الكلاسيك مثل ما حضرتك عم تقول اللي هو الواحد عن جد بيحس حاله محدود، أو في ناس هي بتختار أنها تروح كلاسيك from A to Z يعني من الألف للياء. وفي ناس لا بتخلط. كيف بتخلط؟ يعني انه مثلا هي بتحب يكون عندها عفش مودرن حديث، بتحب يكون الطابع العام للبيت حديث، بس ممكن تستعين بقطع مثلا انتيك تحطها على الطاوله، تحطها على الشلف. فهيدا بنقول له
مرياج يعني التزاوج ما بين الأساليب المختلفة. تماماً. هذا بده حدا يكون مزوق. يعني بنرجع لقصة إنه حدا يكون مزوق شوي عنده نظرة للأمور إنه أنا كيف أقدر أدمجهم مع بعضهم. بس أكيد أكيد في يدمجهم مع بعضهم إذا كان قادر إنه يخلق هيدا التوازن بين القديم والجديد وبين الألوان كلياتها. على ذكر الذوق يعني في هذا الأمر كيف ممكن طيب نستخدمه اللوحات الفنية على سبيل المثال في البيت أو حتى الكوشنز مثلا المخدات الصغيرة اللي في كنباتنا حتى يعني نعمل بها شكل أو نحط فيها ألوان بس في نفس الوقت من غير ما تعمل زحمة على العين وفي الألوان بشكل عام في البيت. صح. هلأ هيدا اللي كنا عم نحكي من قبل إنه الألوان القوية اللي هي 10% اللي حكيت عنها من قبل بتكون موجودة بالوسادات وباللوحات بشكل إنه هل يعني مثلاً أنا ممكن العفش كله يكون أبيض أو أسود. أوكي. فاللوحة بتكون بألوان مبهجة قوية ما بتتضارب بس بنفس الوقت بتكمل ألوان المحايدة اللي موجودة عنا بالغرفة إن كان مثلاً تنقول ممكن أنا إذا الأريكة سودة ممكن حط لها وسادة صفرة مثلا تنقول هيدا الأصفر بده يرجع يتكرر بمكان ما بقلب اللوحة فبشكل أنه مش أنه هون أصفر هونيك أحمر هون بنفسجي بتصير خلطة يعني غير موفقة. أوكي. فبدنا نحاول قد ما فينا أنه إذا دخلنا ألوان نكرر هالألوان بأكثر من قطعة كرمال يكون في توازن بين بالمساحة اللي عم نشتغل عليها. جميل. أنا مشكورك على اللمحة السريعة اللي ديتيها لنا. طبعا اللي عايز معلومات أكتر لازم يستشير خبير في الموضوع. يفضل. شكرا ليكي مهندسة الديكور هدى العيلي. شكرا على وجودك معنا. وصلنا معكم الآن مشاهدينا لختام حلقة اليوم. إلى اللقاء. طبعا بإمكانكم التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله.